بتحلم بإيه يا طلعت؟ بحلم بإيه؟ بتحلم بإيه؟ بحلم بإيه؟ آه بحلم بكل حاجة لطيفة حلوة. زي إيه؟ إيه الحلم اللي بيزن عليك؟ الحلم اللي بيزن عليا؟ آه الحلم الفايبريشن يعني. ها في حلم مهم قوي، حلم ليلة صيف ده بتاع ويليام شكسبير، رواية قريتها عجبتني جدا. ثقافتك واقفة عند أيام المعهد، ويليام شكسبير وهاملت والحاجات دي. حلم ليلة صيف. أنا من أيام المعهد ما قريتش؟ لا ما قريتش حاجة خالص، ولا أيام المعهد كنت بقرا. بس كنت بلقط كلمة دكتور داخل يقول محاضرة، أستاذ مهم داخل ألقط بقى. حلم ليلة صيف، قيس وليلى، قيس ولبنى، حاجات كده. طب انت عارف ان في قيس ولبنى؟ اه ماشي. ده له بيت شعر شهير. سمعنا انك داخل فيلم جديد عالمي. عالمي؟ مع جيم كاري. الاشاعه دي انت اللي مطلعها طبعا. لا والله ما طلعتها. جيم كاري؟ لا ومش سمعنا انك تطلع مع دور تاني برضو، مش بطوله مشتركه يعني. لا لا انا عايز اقول لك على حاجه، مش مطمح ليا ان انا اشتغل مع جيم كاري. مش مطمح. انت ظاهر الودن عندك مخارج الالفاظ بتلقط حاجات. الودن ملهاش دعوه بمخارج الالفاظ. لا لما اقول انا حاجه ما بتلقطهاش. انت توترت على فكره. شويه. فهو مش طموح ليا ان اشتغل مع جيم كاري او مع اي ممثل عالمي. انا ممكن اشتغل مع اصحابي هنا احسن لي. علشان عشان صحابي. انا بحييك على شجاعتك وعلى صراحتك، وده تاني اعتراف في برنامجنا وجهة نظر. في تقرير احنا حضرناه، نزلنا عملناه في الشارع. نشوفه ونكمل كلام مع بعض. لحقته تعملوا التقرير؟ انا دخلت له افلام كتير زي حاحة وتفاحة وقصة الحي الشعبي. حاسه ان انا كنت بضحك بالعافيه، حاسه انه كوميدياني ما ينفعش ان هو يكون كوميدياني فاشل، حاسه انه يعني صعب ان هو ياخد دور اول في فيلم. طلعت زكريا وجهة نظري ان هو ممثل ما ينفعش كوميدياني قوي. اولا ده ينفع يمثل دور تاني، تالت ما ينفعش يبقى بطل فيلم. طلعت زكريا والله هو مش، انا مش حاسه ان هو فنان يعني كبير قوي، بس انا شايف ان هو لا يعني التيشيرت اللي انت لابسه ده هو مساعد في فيلم، ما يبقاش بطل فيلم. مش عشان قال يعني كلمه حاحه يبقى يعملوا له فيلم يعني. ده ممثل فاشل يعني، ما بيضحكنيش انا شخصيا يعني. ده ممكن ياخد دور اقل، دور كومبارس، بس ما ينفعش ياخد دور بطوله في فيلم يعني. يا عم انا شخصيا مش مقتنع بيه كممثل يعني. طلعت زكريا ده ممثل كوميدي فاشل خالص، والمفروض مش اللي هم يعني يدوله يعني بطل يعني وكده، المفروض يديله شطه او شطتين يعني. دي باروكه لابس باروكه يعني. هو طبعا في حده شويه في وجهه النظر، لكن برضو يعني تحترم. ايه وجهه نظرك؟ ايه ردك على وجهه النظر دي؟ والله انا يعني انا بحترم كل وجهه نظر بتقال، بس احنا عددنا دول اللي بيحبوا طلعت. لا احنا عددنا 75 مليون. انت جبت 5. دول جمهورك. انا شلت الناس اللي ما بتحبكش واللي ما شافتكش. عشان اقتنع لازم تسال 75 مليون. شوف بقى امتى اجي لك، امتى في حلقه كده تكون فاضي وانزل بالكاميرا. 75 مليون. اعطني وش عندك يلا قول. ده ايه الفصل الطويل ده؟ هنولع. 2 1. بس هم اللي بيضحكوا بعد 1 مش انا. علاقتك بزمايلك في الوسط الفني شايف انها ناجحه؟ من وجهه نظر مين؟ من وجهه نظرهم. طب رايك ايه في الفنان الكبير عصام كاريكا؟ حبيب قلبي. متفاهمين جدا، وهو اللي بيعمل لي اغنيه الفيلم، هو والاستاذ خالد. انت هتغني في الفيلم كمان؟ لا مش هغني. الاستاذ خالد عجاج هو اللي هيغني. اغلط بقى في خالد عجاج. لا خالد فنان جميل. طيب هو اللي هيغني. وعصام كاريكا هو اللي عامل اللحن. طب في تقرير احنا مجهزينه لك، تعال نشوفه ونرجع نكمل الكلام. اوعى يكون كاريكا. نشوف. مش شرط اما حد يجي في برنامج ويتكلم عن صديق لازم يتكلم حلو. لا انا هتكلم على طلعت زكريا، فنان جميل وكله. انا بعمل له اغاني فيلمه الجديد، ومش شرط ان هو اللي يغنيها. طلعت حلو كفنان كوميديان لكن صوته وحش، فممكن ده يوقع الاغنيه. فكان في خلافات بينه وبينه كتير، وبقول له طلعت لا انت ما ينفعش تغني، وانا مش هعمل الاغنيه. وهي عمتك دي اللي بتغني؟
لا كاريكا اكيد بيهزر. هو اتكلم بصراحه، هو سمع صوتي ولحن لي قبل كده، هو اتكلم بصراحه ولا الفرصه انه في برنامجنا انه يقول اللي جواه. ليه عايز تغني؟ يعني شايف ان التمثيل انك نجحت في التمثيل؟ ما غنيتش يا عم، انا ما غنيتش غير في الفيلمين اللي فاتوا اللي انا عملتهم، اغنيتين يعني صغيرين كده. يعني غنيت؟ غنيت. واحد متخصص بيلحن بقاله 40 سنه، ده مش متخصص، قال ان انت ما تنفعش. لا ده مش متخصص. امال ده ايه؟ انا بقول لك كده مش متخصص، خلي بقى الطبق مسطور. وهي ماشيه، وهي ماشيه ومتقضيه، ماشيه كل الناس كده ماشيه. شنكوتي، الدنيا كلها ماشيه. شنكوتي ماشيها ماشيها ارزاق. ندمان على ايه؟ على الغنى. هو انا مطرب؟ الاغاني دي اللي وقعت الافلام؟ لا ما عنديش ولا اغنيه وقعت فيلم. غني يا حاحا، الدنيا كلها بتقول غني يا حاحا. استوب استوب. ايوه احنا بنحاول ان احنا نلمعك علشان التجربه اللي فشلت قبل كده ما تكررش تاني. صدق كرهتني في اللمعه، والله كرهتني في اللمعه. انت عايزني اقول لك على حاجه؟ يعني عايز تمليني اسئله اقولها لك؟ لا مش همليك. امال ايه؟ طيب جايبينك نلمعك. انا جاي متلمع جاهز اهو، بص متلمع وده متسرح وجاهز اهو. زي القمر. سيبك من الفراغ. زي القمر والله. جاي متلمع. بس عايزين فيه صراحه. انت اعترفت لنا اعترافين من شويه. كويس. وعصام اتكلم بصراحه، قال ان انا ما بعرفش اغني. اتكلم بصراحه، ما بعرفش اغني. اعتراف جديد لبرنامجنا وجهه نظر. ثري تو وان. هتغني تاني؟ لا خلاص، بعد اللي قاله كاريكا مش هغني. انا بحترم صراحتك. في تقرير احنا مجهزينه، تعال نشوفه. ايه التقارير دي؟ احنا برنامجنا بيحب الشارع وايقاع الشارع. تعال نشوف التقرير. ايقاع برضو؟ بصراحة انا يعني كان كل دوت، انا كنت يعني بهزر وكده، بس انا بصراحة دخلت بهزر. الفيلم وعجبني معلش طلعتك، كنت بضحك معاك وبهزر معاك. انت طلعت خالص، انت مسك الدنيا قوي، وانا بتمنى اساسا اشوفك في الدور اساسا، ان انت بجد بتضحكني جامد. انا على فكره كنت بهزر معاك، انت فنان انا بحبه جدا. انا قاعد معاكوا على القهوه، كل واحد يقول لي كنت بهزر معاك. قلت تزعلش يا طلعت، ده كان كلام هزار يعني. استاذ طلعت ممثل نظيف جدا، والكوميديا بتاعتك راقيه جدا، وانا والله مصدوم. المخرج بتاعك هو اللي طلب كده؟ المخرج اللي طلب كده؟ ما تزعلش يا طلعت، انا بهزر طبعا. استاذ طلعت مبروك يعني، وده مقلب طبعا ومعلومه فيك، بس انت طبعا ممثل كوميدي جامد طبعا. كل ده كان مقلب يا استاذ طلعت. وبنهزر معاك، بس انا سعيد بجد والله. انا استمتعت اولا بيك انت، ربنا يخليك والله العظيم وحياه ربنا. استمتعت بيك، وبعدين استمتعت بالاخوه وبعصام كاريكا. ايه رايك بالبروك؟ لا بس كاريكا كلامه صح، ده مش مقلب والله. احنا كده برنامجنا اوكي خلص والله. يعني ده راي الجمهور، كان مقلب. كان مقلب، وانا طبعا كلامي معاك برضو كله كان مقلب. انا بحبك جدا طبعا، انما كاريكا ما كانش مقلب. بنشكر امه محاسيبه. بنشكر. لا ده موضوع يعني، ده بيني وبينه احنا اصحاب بقى. طب ما تيجي نشوف التقرير ده ونكمل كلام. ايه تيجي نشوف التقرير الصغير ده ونكمل نشوف كلام. ماشي. اقول ان طلعت زكريا ده اخويا، واعرف ان انا يمكن اتكلم عليه كلام وحش، بس هو دي طبيعه الحلقه يا ابني. طلعت فنان 100 100، وصوته زي العسل، وعملنا اغاني كتير مع بعض كتير، وانا بكون فرحان وانا بشتغل معاه بجد، وهو عارف انا بحبه ازاي. والاغنيه حتى بتاعت فيلم هو اللي قال لي انا مش عايز اغنيها، هات اي حد يغنيها في الدنيا ما عدا انا. انا بتشرف ان انا بشتغل معاك وبحبك، وانت عارف ان انا بحبك قوي. باي باي حبيبي يا كريم.